كأس العالم القادمة هيبقى فيه حكام مصريين فيه؟ تتوقع ان يبقى فيه حكام مصريين فيه؟ ولو متوقع ان يبقى فيه حكام مصريين فيه، مين مرشحين من مصر لإدارة مباريات كأس العالم القادمة؟ لو أنا أحب جدا يكون في حكام مصريين في الكأس العالم القادم كمان 3 سنين. في الوقت ده احنا عندنا 3 حكام بالسن المظبوط وتم اختيارهم لبطولة أفريقيا وبطولات الأخرى في أفريقيا. طبعا عندنا بعض الأسامي الأخرى اللي يقدروا يوصلوا لكأس العالم، كل دوت مستني هم قراراتهم في الماتشات دلوقتي، وكله طبعا بيتوقف على العمل وطريقة العمل البدني والتقني والفني والمعرفة باللغات والمعرفة بطريقة التعامل مع الفرق وطريقة إدارة الحكام المساعدين. طبعا في بطولات كتيرة زي كرة الصالات وكرة الشاطئ، عندنا أسامي كتير مرشحة، عندنا حكم تم اختياره فعلا لبطولة العالم للكرة الشاطئية. فطبعا ده كله يتوقف على طريقة عملنا، ونحن لازم نشتغل بقوة جدا، وشيء مهم جدا للتحكيم، وده شيء مهم جدا للتحكيم والتحكيم المصري، لأن طبعا ده شيء يفيد البلد ان احنا يكون عندنا سفراء للتحكيم المصري في البطولات الدولية. هذكر اسمين، امين عمر ومحمد معروف، هل دول اللي بتفكروا يبقوا مرشحين لإدارة مباريات كأس العالم القادمة تحديدا يعني كأسماء؟ انا لن اقوم بطرح اسامي. كابتن أمين ومعروف والبنا هم دول الـ3 أسامي اللي موجودين دلوقتي على الساحة جنب أبو الرجال محمد وطبعا كابتن محمود عاشور، هم دول الـ6 أسامي اللي تم اختيارهم لبطولات أفريقيا. دول الأسامي اللي تم اختيارهم من الاتحاد الأفريقي علشان يدخلوا في البطولات الأفريقية للفيفا، لبطولات الفيفا أو بطولة العالم أو كأس العالم. خليني أقول لك إن احنا لازم دايما نطور الحكام اللي عندنا، لأن الفيفا أو الاتحادات القارية هي اللي بتبدأ تدي الأسامي ديت أو تبدأ تظهر الأسامي ديت للاتحاد الدولي. فاحنا دايما بنشتغل لتطوير الحكام عندنا علشان أساميهم تبدأ تعلى وتوصل للبطولات العالمية.